Dr. Maggie Taman, gastric physiology هيبقى الجزء التاني. تكلمنا في الجزء الأول معظمنا عن الصلايفة، هنشوف الوقت قد إيه نقدر ننجز ولا لأ. الصلايفة خلاص عدت معاها الطعام المبلوع ونزل على المعدة. إحنا قلنا في الصلايفة مراجعة سريعة ليها وظائف كتير، أهي قدامنا أدي وظائف حجمة الجسد، وظائف السلايفة زي ميكانيكال ووش، بتقتل البكتيريا، بتساعد البلع، ليها بافرنج اكشن، بتتخلص مواد السامة، وهكذا. تلاقي حاجات كتير اهو بالانجليزي اكتر كمان لو عايز. يبقى دي فانكشنز اوف سلايفة، ووتر بالانس، بتمنع سليفري ستون، فاسيليتي سبيتش، بتعادل الاكل السخن او البارد، بالتمبريتشر ريجوليشن ان انيمالز، التخلص من بعض المعادن خصوصا الهيفي ميتالز والايودايدز. طيب بعد الكلام ده هنيجي الماستيكيشن، يعني هو المفروض خطوة قبل عملية البلع وقبل الصلايفة، إن إحنا وإحنا بناكله بنمضغه. فأثناء المضغ طبعا بتلاقي الحكم دي إن في السنين قدام الكاترز بتقطع الأكل، وبعدين بنقطعها أكتر كمان بالأنياب، وبعدها الأكل بيجي الدروس يرجع ورا ويتطحن اكتر، وبعد كده بيبقى مستعد للبلع. العمليه بتاعت الماستيكيشن دي بتبتدي فولانتري، لكن بتكمل على انفولانتري ريفلكس، يعني انت بتحط اللقمه في بقك وتلاقي اوتوماتيك تلاقي بقك شغال، بيبقى ايه دي نعمه من ربنا برضك، ان ايه الريفلكس ده شغال لوحده من غير ما تتعب نفسك، وفي نفس الوقت بتستلذ بالطعام، وفي نفس الوقت الوقت وهو ماشي الاكل ده بيتمضغ احسن، يطرى اكتر، يبقى اسهل للبلع. لا كلها خطوات، كل حاجه محسوبه. طيب عمليه البلع دي قلناها مرحله اولى بباكل، ان انت ايه حطيت الاكل في بقك وإراديا بلعت، بعدها فرنجل ستيج بيعدي في الفارينكس، والأبر أسفجال سفنكتر بتبتدي ترتخي عشان يعدي الإيه الأكل. المرحلة الثالثة بقى الأكل بقى ماشي في المريء، وده هو بيبقى فيه عضلات كبيرة، لأن في المريء الجزء ده أكتر بيبقى تحت تأثير العصب الحائر، وبيبقى مهم ان هو ايه يسبب ان الاكل يمشي في المريء لغاية ما ينزل المعدة. طيب المعدة بقى وصلنا الاكل نزل المعدة. المعدة ليها كذا وظيفة، إنها تخزن طعام، هتخلط الطعام بالعصارة المعدية عشان الإنزيمات بتاعتها تهضم الطعام، ومن أهمهم إنزيم البيبسين اللي بيهضم البروتين والميتا بروتينز والبيبتونز، وبيبقى فيها جاستريك لايبيز برضك بيهضم الدهون بس يعني ضعيف. هو يمكن البيبسين أو هضم البروتين بيبقى أهم في المعدة. البي اتش بتاع المعدة حوالي 1، فايدته طبعا الحموضة اللي في المعدة دي ربنا خلقها لكذا سبب، طبعا لما بتزيد عن حدها نتيجة الاسترس والكافيين والحاجات دي الأكل الغلط بتاعنا لما بتعمل مشاكل الحموضة دي، لكن أصلا مخلوقة لفايدتنا تقتل البكتيريا، بيبقى فيها الحامض يتعمل ستيموليشن للبروتينز
بيبسينوجين يتحول الى بيبسين، والبيبسين بدوره اكتيفيت اتسلف. المعدة برضك فيها حاجات تانية بتفرز زي الانترينزك فاكتور، ده عامل هام لامتصاص البي 12، يجي يمسك في البي 12 اللي هو الفيتامين بي 12 ويمشي معاه من المعدة لغاية ما يوصل للانتستين، يوصله لغاية هناك والبي 12 يحصل له ابسوربشن. فطبعا المعدة مهمة قوي انها في امتصاص البي 12. ده الاسيد اللي في المعدة مهم لامتصاص الكالسيوم والايرون. في ميوكس طبعا في المعدة، على يعني كل الجهاز الهضمي التنفسي بيني وبينك، الميوكس ده زي غطاء محاطي طلع مفيد قوي في الجهاز التنفسي والهضمي. في الجهاز التنفسي بيطرد لنا البلغم ويطرد لنا الافرازات الزايدة والبكتيريا والكلام ده. هنا برضك في الاستومك بيبقى ليه بروتكتيف وظيفة يحمي الخلايا، وخصوصا من الاسيد ويعادل الاسيد. طيب عملية الايه؟ مزج الطعام اللي في المعدة دي بتتم، وبعد حوالي ساعتين بيحصل ستومك امتنج او جاستريك امتنج، ان العضلة اللي هي البايلوريك اللي هي في الجزء الاسفل من المعدة بيحصل لها ريلاكسيشن، وبتدي المكونات الاكل بقى اللي اتهضم ده بنسميها قايم، يبقى عبارة عن اكل مهضوم مبلول كويس ان هو يكمل ويتهضم اكتر في سكته. دي قلناها قبل كده، وظائف حمض الهيدروليك او HCL ان هو بيقتل البكتيريا، ساعد في امتصاص كالسيوم وحديد، ينشط انزيم البيبسينوجين، وهو نفسه لما يوصل القايم بقى نفسه للاكل بقى لما يوصل للانتستين بيفرز هرمونات تانية بتاعت الانتستين. في المرحله اللي احنا فيها دي لازم نعرف هرمون كويس قوي اسمه الجاسترين. الجاسترين ده طلع ان هو بيفرز من الاستومك للاستومك لمصلحه الاستومك. دايما تفتكر اسمه جاسترين يعني بتاع المعده، ان هو بيفرز الجاسترين من خلايا الجي سيلز بتاعت المعده، وبيروح ينشط لنا افراز الانزيمات بتاعت المعده، وكمان يخلي زياده في الامبتنج بتاعت المعده، يخلي عضلات المعده تنقبض ويطلع الافرازات بتاعت المعده. طلع الاكل بقى من المعده، بيطلع الاكل بقى لما يطلع من المعده فيه هرمونين تانيين بقى اهمين. احنا قلنا الجسرين بتاع المعده كان بيساعدها مع طبعا الجهاز دايما بيقول عليه الباراسمبثاوي، الجهاز العصبي ده بيساعد في حركه الامعاء ويساعد الافرازات والكلام ده، لان الجهاز ده مهم ان هو ينشط العمليه دي، ومعاهم الجاسترين بالنسبه للمعده. دي على الانتستين بقى نجد ان الجهاز الباراسمبثاوي شغال برضك بيساعد على افرازات الانتستين وحركه الامعاء في الانتستين والكلام ده، لكن هنا بيفرز بقى هرمون مختلف اسمه سيكرتين. دواء بيفرز من بدايه الامعاء الرفيعه وله وظائف هامه. الوظائف بتاعته السيكرتين هنجد انها ماشيه قوي مع الفلسفه بتاعته. دواء بيفرز من الامعاء لخدمه الامعاء. كنا فاكرين الجسرين كان بيفرز من المعده لخدمه المعده، ده من الامعاء لخدمه الامعاء. بيعمل لنا ايه بقى السكرتين ده؟ هو بيفرز لنا افرازات اهو زي اسمه بيقول سكريشن، سكرتين يعني سكريشن، بيفرز افرازات للبنكرياتيك سكريشن اللي هي ريتش ان بايكربونيت اللي هي فيها القلوي زايد للبايكربونيت. البايكربونيت بيفرز فيها اكتر، والبيكربونيت زي ما قلنا دواء القلوي اللي هام في عملية بيساعد في عملية معادلة الحامض اللي جاي من المعدة. يعني عندنا المعدة بتشتغل بفلسفة انها حامضة لان بتقابل الحاجات الجاية من بره على طول،
القلوي بيهتم اكتر ان اللي هو بقيه الانتستين والبنكرياس ان اليفرز يكون قلوي عشان يساعد اكتر في الهضم. بالنسبه للسكرتين احنا قلنا اول وظيفه ليه اللي هي افراز البنكرياتيك سكريشن ريتش ان الكالي، وليه بردك حاجات تانيه زي زيادة حركة الأمعاء زي ما قلنا سمول انتستين، وانهبيتوري للجاستريك موتيليتي يقلل الجاستريك موتيليتي، ويخلي كمان السكرتين بيفرز سكريشن اوف ذا بايل سولت، يبقى يفرز البايل. في من نفس بردك الانتستين بيطلع هرمون تاني اسمه كوليسيستوكاينين سي سي كي او كوليسيستوكاينين بانكريوزايمين. انا بحب الاسم القديم لانه بيديك القصه كلها. يقول لك الكوليسيستوكاينين يعني يخلي الجول بلادر امتي، بنكريوزايمين يعني يخلي البنكرياس يفرز انزيمات من البنكرياس. غير التاني سكرتين كان بيفرز لنا الكالي او قلوي، لا دوا بيهتم الكوليسيستوكاينين بافراز الانزيمات بتاعت البنكرياس، يعني بيكملوا بعض هي والسكرتين، وهي والسكرتين بيعملوا زي بعض ان هم بيقللوا الجاستريك موتيليتي ويزودوا الانتستاينال موتيليتي. الكوليسيستوكاينين also لو استخدمنا اسمه ده ان هو بيخلي الجول بلادر امتي، يجي بعد كل اكله اكلناها تجد ان هو شغال مع الفيجاس ويزود لنا الانزيمات بتاعه البنكرياس، ويعمل لنا حاجه مهمه كمان ان هو الجول بلادر يحصلها امتنج، يعني هرمون بس بيخلي عضله الجول بلادر المراره انها تنقبض وتطلع العصاره بتاعتها تساعدنا في عمليه هضم الاكل ده. عشان كده الناس اللي عندهم مشكله في المراره تلاقي الاعراض بتاعتهم غالبا بتبقى بعد الاكل على طول لما يبتدي يفرز العصاره دي. يبقى ده الفرق بين الهرمونين الهامين كوليسيستوكاينين كوليسيستوكاينين بنكريوزايمين والسكرتين. زي ما اتفقنا الاثنين بيكملوا بعض.